يا جماعه بعد اذنكم الطريق بعد اذنكم. انا بقول لك انت عملت الغلط مع نفسك. بص يا جماعه سكت بعد يا جماعه ايش يا عم انت يا جماعه يا انت سامح تطلع بسرعه عارفه مين؟ ها؟ طاهر وزير مين ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم بص بص قال
الحمد لله مصدق. بحاول ممكن الخدمه اللي عشان كده تكونوا فاهمين. بعدش حد ما بيزقش حد. طب بعد اذنك الرياضه المصريه يا جماعه ما نقربش قوي كده يا استاذ. يا جماعه المستشار بيتكلم. جاد 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 يا باشا تاني اهو بقول لك الرياضه المصريه مش اسره كابتن ايهاب. الرياضه المصريه كلها خسرت شخصية رياضية مؤدبة محترمة مهذبة. أنا تعاملت معها لما جبت مدير فني نادي الزمالك. لا بيعمل الله يرحمه لا بيعمل مشاكل ولا عنده أي تطلعات إن هو مش عارف مين مكان مين. وكان بيتعامل مع كل لعيبة منتهى الأدب والاحترام. وطبعا اتشرفت إنه زارني في بيتي كتير. الخسارة للرياضة المصرية وللأسف تاني للأسف تالت للأسف الرياضة المصرية في البعض فيها تمام تاني البعض فيها والإعلام البعض فيه مكانه أقرب صفيحة زبالة. شكرا. نوسع بقى فندم نوسع فندم بعد إذن حضراتكم بعد إذن حضراتكم يا جماعة هو سيادة المستشار اتكلم سيادة المستشار اتكلم أحمد رفع جديد يا أستاذ قول لي يا بيه خلاص بص وإحنا ليه كل ما حد يتوفى واخد بالك نفتكر إنه انظلم؟ ليه ما بنفتكرش هو عايش ونقف جنبه هو المستشار أفشا وأحمد الشيخ اتكلموا عن الاضطهاد. أنا بقول لك اشمعنى ما بيتكلمش إلا بعد ما توفى؟ تمام الله يرحمه. تاني بقول الرياضة المصرية اتكلم الظلم الرياضي في أماكن كتيرة. اتكلم عن مستحقات في اتحاد الكرة وما حدش يرد عليه. يا بيه ثانية واحدة الله يرحمه خلاص يا جماعة اللي بيتكلم عن الظلم الرياضي في رئيس نادي اتحبس واتعزل وسقطوه في الانتخابات مجلس النواب محدش يتكلم. احنا بنمر بظروف صعبة علامات يوم القيامة ابتدت تظهر اللي هي ايه بقى؟ يتحدث الصادق وانت تعلم انه صادق وكذبه ويتحدث الكاذب وانت تعلم انه كاذب وبتصدقه. شكرا. طبعا يعني في لحظات الموت يعني والفراق
مع حد بيبقى يعني مؤثر في كل الناس تبقى الكلمات صعبة جدا. إنما يعني إحنا كأسرة رياضية فقدنا قيمة كبيرة جدا، والقيمة بتقاس دايما بتأثيرها في الآخرين. وإيهاب جلال رحمة الله عليه أثر في كل اللي حواليه، أصدقاء رياضيين، منظومة رياضية، ونموذج في الحقيقة يعني برغم الألم اللي بيعتصر كل الرياضيين وخصوصا المقربين لي، هو في الآخر نموذج رائع للرياضيين بنشرب بيه جميعا. كلنا شايفين ان ده نموذج رائع، يعني بعد بأكتر من رسالة في عندما كان يتعرض لظلم كان ثابتا زي بيقولوا لم يخرج عن النص. نقول في علاقته بكل المنظومة الرياضية، مدربين ولاعبين ومجلس إدارة، لم نسمع عن إيهاب جلال أن تفوه بلفظ ضد المنظومة الرياضية. عشان كده هذا التجمع الجميل اللي حصل امبارح في العزاء أو في المقابر أو النهاردة في تقبل العزاء هو بيعكس تأثير هذا الرجل في كل المنظومة الرياضية. برضو عايز أوجه رسالة لكل الرياضيين. الحقيقة يعني عايز أقول أن إيهاب جلال جمع كل الرياضيين لأول مرة، بنشوف هذا الجمع الكبير جدا اللي كله اجتمع على حب هذا الرجل، واللي بيقول برضو أن المنظومة الرياضية عندها وفاء وعندها حب لبعضها وعندها عايز أقول انتماء. أن يكون هذا الجمع في الأيام السابقة من الرياضيين حقيقة